السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. لا تخلو صفحات الفيسبوك في الساعة الأخيرة من الحديث عن المدرب الجزائري جمال بلماضي، وأجمع الجزائريون على كلمة واحدة وهي إقالة واستقالة هذا المدرب في حال خروجنا من الدور الأول أو حتى من الدور الثاني. وقال مختص في هذا المجال أن كرة القدم لا تملك العاطفة، كرة القدم اخترعت وبنيت على النتائج فقط، وعلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم البحث من الآن عن مدرب يملك خبرة وكفاءة عالية، وحبذا لو يكون صارما مع اللاعبين. وللإشارة، سيواجه منتخبنا الوطني نظيره البوركينابي بعد غد السبت، وهذا بعد التعادل المذل أمام أنغولا.